بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إبراهيم مشعل، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اليوم الخامس من إدارة المشروعات من برنامجنا تعلم إدارة المشروعات الاحترافية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكواليتي مانجمنت أو علم إدارة الجودة. الكواليتي مانجمنت في البداية علشان نفهمها محتاجين نتكلم عن مجموعة مفاهيم معينة ومجموعة قواعد في الكواليتي، مجموعة فريموركس، مجموعة موديلز في الكواليتي. مهمة جدا ان احنا نكون عارفينها قبل ما نتكلم عن الكواليتي. الكواليتي تطبيقها بيختلف من صناعة لصناعة، ولكن الكونسبت واحد. معنى كلمة كواليتي، زمان كانوا بيسموا الكواليتي او بيعرفوا الكواليتي ان هي conformance to requirement، درجة مطابقة الـ end result أو الـ product لمتطلبات تنفيذ الـ product ده. وبعد كده جاء عالم اسمه جوران وأضاف ليها جزئية and fitness for use، إن حتى لو متطلبات العمل أو متطلبات المشروع اتنفذت والـ product ده مش قابل للاستخدام بشكل جيد، فيعتبر إن الـ product ده low quality product، أو لو السيرفيس طلعت بشكل غير قابل للاستخدام فبالتالي بتكون برضو low quality service. طيب ده تعريف الكواليتي. يعني الكواليتي هي درجة مطابقة متطلبات المشروع للنتيجة النهائية منه. طيب ايه الفرق بين الكواليتي والجريد؟ الجريد يختلف عن الكواليتي ان الجريد هو درجة توافر الخصائص في المنتج او السيرفيس مقارنة بالمنتجات او السيرفيسز اللي موجودة زيها في السوق. يعني نوع من انواع البنش ماركينج، ان الجريد انا بقارن موبايل ايفون في مجموعة خصائص بموبايل تاني مفيش فيه نفس خصائص الايفون، فالجريد بتاعت الايفون افضل من جريد الموبايل الاخر اللي انا بقارن بيه، لان درجة توفر الخصائص في المنتج ده بتكون افضل. فده الجريد بيكون مبني على اساس البنش ماركينج، اما الكواليتي بتكون مبنية على اساس مقارنة البرودكت بمتطلبات تنفيذه وليس البرودكت بمسيره في السوق. ده الفارق الجوهري ما بين الكواليتي والجريد. طيب في جزئية تانية اسمها الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. ايه الفرق ما بين الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول؟ الكواليتي اشورنس ده علم من علوم الكواليتي بيهتم بدراسة عمليات تنفيذ المنتج او السيرفيس. يعني لو احنا بنقول ان انا بعمل كواليتي اوديت، فبعمل الاوديت على خطوات التنفيذ مش على الريزلت نفسها او على المنتج نفسه. يعني التستنج اللي بيحصل في النهاية ده ما يعتبرش كواليتي اشورنس. الكواليتي اشورنس هي عملية مقارنة او عملية اختبار خطوات تنفيذ المشروع. اتاكد ان في المرحله دي كان المفروض في مجموعه خطوات تم تنفيذها، اتاكد ان الخطوات تم تنفيذها بشكل سليم. يبقى الكواليتي اشورنس ممكن نقول ان هي بروسيس اورينتد، اما الكواليتي كنترول هي عمليه مطابقه الاختبار بتاع السيرفيس او المنتج نفسه. يعني الكواليتي كنترول انا بعمل تيستينج على الاند ريزلت، سواء اذا كانت الريزلت دي هي سيرفيس او برودكت. يعني التيستينج اللي بيحصل او في نهاية التنفيذ او الانسبكشن اللي بيحصل في اي خط انتاج في نهايته، ده يعتبر quality control activity مش quality assurance. يبقى الفارق ما بين quality assurance والquality control ان quality assurance process oriented، اما quality control product oriented. طيب في مبدأ اصيل من مبادئ الادارة بيقول ان prevention over inspection، او زي ما احنا بنتكلم في علم الطب دايما نقول ان الوقاية خير من العلاج. Prevention over inspection بتقول ان انا لازم امنع حدوث الخطأ وحدوث الـ uncompliance قبل ما يقوم او قبل ما يحصل. يعني لازم اكون proactive، لان الخطأ له اسباب. لو انا حاولت ان انا اعالج اسباب حدوث الخطأ هقلل الاخطاء لاكبر حد ممكن. عشان كده دايما في الادارة نقول ان احنا prevention over inspection، انا امنع حدوث الخطأ قبل
الكوست بينيفيت اناليسيس او بنسميها المارجنال اناليسيس. ايه هي الكوست بينيفيت اناليسيس؟ هي عمليه قياس المنفعه والعائد من تنفيذ الاكتيفيتيز الخاصه بالكواليتي. زي ما هنشوف كمان شويه معانا حاجه اسمها الكوست اوف كواليتي، واتكلمنا عنها في الكوست بالتفصيل. الكوست اوف كواليتي هي التكلفه اللي انا هصرفها في المشروع علشان اقدر اوصل للكواليتي المطلوبه في متطلبات المشروع. يعني لو المشروع بالنسبة لي ميشن كريتيكال بروجكت، الخطأ فيه غير مسموح، ولو حصل اي خطأ خاصة في عمليات التشغيل في المشروع ممكن لا قدر الله يحصل فيه ديزاسترز او حالات وفاة او يحصل انجريز، فبالتالي لازم يكون فيه عائد كبير من الهاي كواليتي. عشان كده لازم نصرف كويس على الاكتيفيتي الخاصه بالكواليتي في المشروع. اما لو المشروع بالنسبه لي مشروع بسيط او الفايده منه على قد وقت محدد، ولو حصل خطا مش هيكون الافكت بتاعه كبير على الستيك هولدرز، فبالتالي مش هصرف كتير في الكواليتي او مش هستثمر مبلغ كبير في الكواليتي. عشان كده دايما في بدايه المشروع بنعمل حاجه اسمها مارجنال اناليسيس او كوست بينيفيت اناليسيس عشان نحدد ايه درجة الكواليتي اللي انا محتاجها في المشروع، وايه المبلغ اللي هقدر اصرفه على الكواليتي اكتيفيتيز داخل المشروع ده. بعد كده عندي حاجة اسمها كونفورمانس وبنشماركينج. الكونفورمانس دايما بيجي في عملية المقارنة ما بين تارجت انا عايز اوصل له او رول عايز امشي عليها، والنتيجة الحالية اللي طالعة معايا. ده الكونفورمانس. يعني لو انا ماشي على كواليتي موديل سي ام ام اي وعايز اطبق وهيحصل عليا اوديت، فالاوديت بيكون على الرولز اللي موجوده في السي ام ام اي از كواليتي موديل، وبنشوف احنا قد ايه مطابقين للكواليتي موديل رولز اللي موجوده دي. اما البنش ماركينج هو عمليه المقارنه ما بين زي ما قلنا المنتج والاندستري او الصناعات الموجوده في السوق. يعني انا بقارن تليفون بكل التليفونات اللي موجوده في السوق، بقارن كمبيوتر بالكمبيوترز اللي موجوده في السوق، وهكذا. ده الفارق ما بين الكونفورمانس والبنش ماركينج. طيب statistical sampling. statistical sampling فيه جزئين. عامه الاستاتستيكال سامبلينج هو عمليه ان انا اخد عينات احصائيه راندوم، يعني بشكل عشوائي من البرودكشن لاين عندي، بحيث ان انا اقدر احكم على درجة الجودة من العينات العشوائية اللي انا باخدها. الاستاتستيكال سامبلينج ده فيه منه نوعين، فيه منه نوع اتريبيوت وفي نوع فاريانس. الاتريبيوت احيانا بنسميه ديسكريت، والفاريانس احيانا بنسميه الكونتينيوس. الفاريانس بناخد عينة احصائية وبناخد منها نسبة، يعني مثلا بنشوف رقم معين بيطلع معايا او نتيجه معينه وبكمل الخطه عادي، لان بالنسبه لي في نسبه من 20 ل 25 مثلا، النسبه دي اكسبتابل بالنسبه لي. فالرقم لو طلع من 20 ل 25 انا خلاص هكمل التنفيذ، اقل او اكبر من ما بين ال 20 وال 25 انا بوقف التنفيذ. اما الاتريبيوت في عمليه الاستاتستيكال سامبلنج هو انا باخد قيمه، القيمه دي يا اما ترو يا اما فولس، يا اما صح يا اما غلط. فهي لو صح بكمل، لو غلط انا ما بكملش. ده بالنسبه للستاتستيكال سامبلنج والاتريبيوت والفاريانس سامبلنج. طيب في عندي مصطلح تاني في الكواليتي مانجمنت اللي هو الستاندرد والريجوليشنز. الستاندردز ايه الفرق بين الستاندرد والريجوليشن؟ اتكلمنا عنها في الفريم ورك. الستاندرد هي مجموعه قواعد عالميه. لو انا عايز اخد سيرتيفيكت في الكواليتي معينه لازم اكون ماشي على الستاندردز دي. لو انا مش هابلاي على السيرتيفيكت مش محتاج ان انا امشي على الستاندرد. يعني بمعنى اصح ان مطابقه الستاندرد العالميه اختياريه وليست اجباريه. يعني انا ممكن ما تارجتش ايزو 9001 لو مش مطلوب عندي داخل المنطقه اللي انا بسوق فيها، خلاص مش محتاج ان انا اتارجت الرولز ومش محتاج ان انا امشي على الستاندرد ده. انما الريجوليشنز هي قواعد مفروضه عليا لازم اطبقها ولازم امشي عليها بشكل سليم. زي مثلا الهيئه العامه للمساحه لما تكون حاطه قواعد معينه
للإنشاءات في البعد الأعمدة ما بين بعضها، في نسبة سماكة الأسمنت، نسبة توفر الحديد في الأعمدة، كل دي بتبقى ريجوليشنز ما ينفعش إن أنا أتخطاها، لأنها بالنسبة لي الكومبلاينس بتاعها مانداتوري، يعني مطابقتها بالنسبة لي شيء إجباري لازم أمشي عليه. طيب في عندي حاجة اسمها رولز وحاجة اسمها جايد لاينز. إيه الفرق بين الرولز والجايد لاينز؟ الرولز القواعد، لما يكون عندي لائحة داخل المنظمة اللي أنا موجود فيها فيها مجموعة رولز، الرولز دي حاجات معينة لابد إن إحنا نمشي عليها، سياسات مرسومة، وفي كل يعني داخل السياسات دي في قواعد لازم نمشي عليها زي القواعد بتاعة القانون. إنما الجايد لاينز هي اللائحة التفسيرية لكل قاعدة دي. يعني مثلا لو إحنا بنقول إن الرول بتقول ان كل المستندات لازم اللي بتروح للعميل تكون معتمده من اشخاص معينين، الجايد لاينز هي اللي بتعرف مين الاشخاص اللي المفروض يعتمدوا الدوكيومنتس دي، وايه الاركايفنج سيستم المفروض هيشتغل عليها، وهكذا. يبقى الرول هي القاعده والجايد لاينز هو الخطوات او التوصيف اللي انا هقدر افهم هيفهمني ازاي اطابق القاعده دي. الكواليتي تشيك ليست ده شيء بسيط، ان هو اي كواليتي ريزلت او اي ريزلت محتاجه تطلع في النهايه لازم علشان اختبرها يكون عندي تشيك ليست جاهزه، زي بالظبط تيست كيسز جاهزه همشي عليها بشكل معين علشان اتاكد ان النتيجه او البرودكت اللي طالع معايا في النهايه ده مطابق ولا مش مطابق للتشيك ليست ايتم دي. ودايما التشيك ليست دي بيكون ديفايند ما بين الكاستمر والبروجكت مانجر، وفي الايفنت او في الميتنج اللي بيحصل في الاخر اللي احنا بنسميه اليو اي تي او اليوزر اكسبتنس تيستينج ميتنج. في اليو اي تي ده بيحصل عمليه مقارنه للنتائج اللي طلعت من المشروع والتشيك ليست اللي ديفايند من البدايه في المشروع ده، اللي بيحصل في اليو اي تي او اليوزر اكسبتنس تيستينج اللي بيحصل في نهاية كل مرحلة. الكوست اوف كواليتي، الكوست اوف كواليتي زي ما اتكلمنا عنه في الكوست هو تكلفة الكونفورمانس وتكلفة النون كونفورمانس، تكلفة اللي انا بصرفها على الكواليتي علشان اقدر اطابق المنتج ويطلع يعني يطلع بشكل سليم وبدون اي عيوب. اما النون كونفورمانس كوست هي التكلفة اللي انا بصرفها على صيانة البرودكت او السيرفيس او الليابيليتيز اللي بتتولد بعد بيعه، بحيث ان انا بصرف مبلغ معين في حاله عدم المطابقه او النون كونفورمانس. يبقى الكونفورمانس هي المصاريف اللي بصرفها قبل واثناء التنفيذ، اما النون كونفورمانس كوست هي المصاريف اللي بصرفها بعد التنفيذ وبعد عمليه البيع. البروسيس governance برضو اتكلمنا عن الاي تي جوفرنانس بشكل تفصيلي في الفريم ورك، ولكن البروسيس جوفرنانس بيتكلم عن نفس الفكره اللي اتكلمنا عنها في السبلاير، انبوتس بروسيس اوتبوت اند كاستمرز. دي بالنسبه لي هي الخطوات اللي بتتم داخل او البروسيسز اللي بتتم داخل عمليه توريد شيء وبيعه لاي عميل. ده اللي بيحصل في اغلب الشركات، السيبوك هي الخطوات او البروسيسز الخاصه بيها، وده بنحاول ان احنا نعمل موديل خاص بحوكمه الخطوات داخل البروسيس علشان مفيش اي شيء يحصل داخل الشركه بدون ما يكون في رقابه عليه، وبيكون في اوديت وتقييم للبروسيس اللي حصلت داخل الشركه دي. بعد كده هنتكلم على مجموعه تولز كتير بنقيس بيها الكواليتي زي الفيش بون دايجرام والهيستوجرام والتشيك شيت والباريتو تشارت والكنترول تشارت والسكاتر دايجرام والجاست ان تايم تكنيك. طيب الجاست ان تايم ده مش تول بنستخدمها، ولكن هو برضو فكر في الكواليتي بينتهجه اكتر الشركات اللي شغاله في الماس برودكشن زي ابل مثلا لما تيجي تصنع ايفون، او مثلا شركه زي تويوتا لما تيجي تصنع سياره. المبدأ او الفكرة بتاعت الجاستون تايم بيحاول ان هو يقلل
فكره ان يكون عندي مخزون، ودايما ان كل مرحله ما تتوقفش او تنتظر مرحله تانية في عمليه التصنيع. يعني عايز ان انا وانس ان انا هبدا تصنيع او هعمل جزئيه معينه من سياره، الجزئيه دي وانس ان هي تخلص تروح لمكان تاني، تخلص تروح لمكان تاني بدون ما يكون في عندي مخزون. زي ما حضراتكم عارفين اغلب شركات السيارات بتحاول ان هي تقلل البرودكشن تايم على قد ما تقدر عشان تقدر تقلل التكلفه وتزود البرودكتيفيتي بتاعتها. وبالفكره بتاعت الجاستون تايم اكتيفيتيز دايما بتحاول ان هي تقلل الاعتماديه ما بين الاكتيفيتيز وبعضها. يعني لو عندي المنتج مثلا بيحتاج مواد خام معينه، والمواد الخام بيتم تصنيعها ويتكون منها اجزاء من المنتج، وبعد كده يتم تجميع الاجزاء دي بشكل معين في مكان معين وهكذا، كل ده بيتم ما بين اكتر من مصنع او اكتر من مكان. ولكن بتقنيه او بفكره الجاستون تايم بيقللوا البرودكشن تايم لاقل حد، والمخزون بيكون صفر. يعني انا ما بخزنش رو ماتيريال عندي، ولكن انا باخد البرودكت او الانتيتيز اللي موجوده في البرودكت بشكل جاهز ومتصنع في مصنع تاني، يا دوب باخد جاهز بس على التركيب والتغليف والبيع. دي الافكار او المواضيع المهمه اللي هنتكلم عنها النهارده في الكواليتي مانجمنت. خلينا ناخد الفلو اللي المفروض بيحصل جوه المشروع بالنسبه للكواليتي مانجمنت. بدايه اي بروسيس من النوليدج ارياز اللي اتكلمنا عنهم لازم بتبتدي بالبلاننج. فانا عندي بلان كواليتي مانجمنت اول شيء، وبعد كده بيرفورم كواليتي اشورنس، وبعد كده بيرفورم كواليتي كنترول. بلان الكواليتي مانجمنت هو عمليه ان انا عايز اطلع باتنين بلانز. اول بلان بالنسبه لي هي الكواليتي مانجمنت بلان، تاني كواليتي بالنسبه لي او تاني بلان بالنسبه لي هي البروسيس امبروفمنت بلان. بلان بتتكلم عن الكواليتي بشكل عام، وبلان بتتكلم على البروسيس امبروفمنت او الكواليتي اشورنس داخل المشروع هتكون ازاي. عشان اقدر اطلع بالاتنين اوتبوت دول مع مجموعه اوتبوت تانية زي الكواليتي ماتريكس والتشيك ليست والبروجكت دوكيومنت ابديت، محتاج مجموعه من الانبوتس هنتكلم عنها بشيء من التفصيل. خلينا نشوف معانا ايه مواضيع تانية لسه ما اتكلمناش فيها. عندي معيارين مهمين جدا لما نيجي نقيس بيهم الكواليتي. اول شيء هو الاكيوريسي، تاني شيء هو البريسيشن. الاكيوريسي زي ما حضراتكم شايفين هو كونفورمانس تو تارجت فاليو او الكوركتنس، يعني هو درجه دقه المعلومه اللي انا واخدها بالفعل. يعني انا عملت قياس لشيء، درجه دقه المقاييس اللي انا نفذتها في عمليه القياس. يعني انا مثلا قست درجة حرارة، المعدات اللي انا استخدمتها طلعت لي درجة الحرارة بدرجة دقة عالية جدا بلس اور ماينس، يعني نسبة مئوية بسيطة خالص. طيب ايه هو البريسيشن؟ البريسيشن هو درجة مطابقة النتائج باللي كان مخطط ليها اصلا. يعني انا بقيس مثلا نسبة سيولة في منتج معين، او بقيس مثلا كثافة شيء معين في منتج معين، فبالتالي انا متوقع نتيجه مثلا تكون 20 فالنتيجه طلعت 25. دي درجه البريسيشن او درجه الستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري ما بين اللي انا متوقعه او النورمال والنتيجه اللي طالعه معايا في القياس. طيب الكوست اوف كواليتي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الكوست، وان ممكن نتكلم عنها بشكل تاني برضو في الكواليتي. زي ما قلنا الكوست اوف كواليتي هي نوعين من التكاليف بيتم صرفها في الكواليتي. اول حاجه الكوست اوف كونفورمانس، تاني حاجه كوست اوف نون كونفورمانس. كوست اوف كونفورمانس اللي هي عمليه المصاريف اللي بتتصرف على المنتج قبل واثناء التنفيذ،
قبل التنفيذ محتاج ان انا اعمل تريننج لكل الموظفين علشان يقوموا بشغلهم بالطريقة الصحيحة، محتاج ان انا اعمل دوكيومنت بروسيسز، ان انا اعمل عملية توصيف لكل المستندات او كل العمل، يعني اعمل عملية توصيف لكل الخطوات اللي موجودة في التنفيذ بحيث ان هي دايما تبقى في جايد لاينز لكل الموظفين يمشوا عليها. لازم اوفر الايكوبمنت اللي تطلع لي نتائج هاي كواليتي، الايكوبمنت بتاعت التصميم والتصنيع وهكذا. تايم تو دو ات رايت، لازم اوفر وقت كافي للموظف ان هو او للماكينه ان هي تؤدي دورها بالشكل السليم، بحيث ان انا ما اضغطش على الموظف في الوقت فممكن يديني لو كواليتي ريزلت. ده البريفنشن كوست. اما الابريزال كوست هي تكلفه التستنج والديستركتيف تستنج لوس والانسبكشنز، المصاريف اللي انا بصرفها علشان اختبار المنتج نفسه. طيب الكوست اوف نون كونفورمانس، زي ما قلنا في انترنال كوست، تكلفه ممكن تحصل لو انا اكتشفت الخطا انترنالي، فبالتالي هيحصل فيه عمليتين، يا اما هعيد تصليح المنتج فيبقى ريفيربشد ويحصل فيه ريورك، يا اما المنتج ده هيبقى منتج فاسد او تالف وهستبعده، وبالتالي هيكون بالنسبه لي ده سكراب. اما الاكسترنال فيلير كوست، لو المنتج ده تم خلاص نزل السوق واكتشفنا فيه مشكله بعد ما نزل السوق، بيبقى فيه ليابيليتيز، في وارنتي ورك، وفي لوست بزنس. طبعا بيكون فيه ضمان، فلو في اي مشكله حصلت طبعا الناس ممكن ترفع تعويضات او على الاقل بيعاد تصليح المنتج. زي ما حضراتكم عارفين شركه تويوتا سنه 2014 كان عندها مشكله في سيارات الكامري ورجعت سحبت كمية سيارات كتير. كان في مثلا اغلب سيارات، يعني شركات سيارات ممكن لما بيحصل مشكلة في بعض المودلز اللي بتنزلها بيكون في ليابيليتيز كتير جدا بيترفع عليها قضايا وتعويضات وهكذا. وارنتي وورك، الصيانة اللي بتحصل، واللوست بيزنس طبعا لما بيبقى في منتج بعد ما بيبقى في اكسترنال فيلير والعميل بيكتشف ان في مشاكل كتير، اللوست بيزنس ان هو ما بيقدمش على انه يشتري المنتج ده مرة تاني. سيفن بيزك كواليتي تولز، من التولز والتكنيكس اللي احنا هنستخدمهم في عملية الكواليتي مانجمنت. زي ما حضراتكم شايفين هنا انا محتاج الانبوتس بتاعة البلان كواليتي، البروجكت مانجمنت بلان، الستيك هولدر ريجستر، ريسك ريجستر، ريكويرمنت دوكيومنتيشن، وانتربرايز انفيرمنتال فاكتور، اورجانيزيشن بروسس اسيتس. الستة انبوتس دول اتكلمنا عنهم بالتفصيل. التول والتكنيك، اول شيء هنعمل كوست بنفيت اناليسيس او زي ما قلنا مارجنال اناليسيس، بعد كده بنعمل قياس للكوست اوف كواليتي، ثم السيفن بيزك كواليتي تولز. عندنا سبع ادوات بنستخدمهم في عمليه قياس الكواليتي. اول واحده فيهم هي الكوز اند افكت دايجرام او الفيش بون دايجرام. الكوز اند افكت دايجرام او الفيش بون دايجرام زي ما حضراتكم شايفينه هو خط مكون من خمس عناصر بنسميهم الفايف ام. الخمس عناصر دول هم المحاور اللي ممكن يطلع فيهم مشاكل او اللي هم يسببوا مشاكل. لازم احدد المحاور دي وبعد كده اخد كل محور منهم ادرس ايه الروت كوزز اللي ممكن تسبب بعض المشاكل. يعني هنحدد الخمس محاور في الميثود، الماتيريال، الماشينري، اند المان باور، اند مذر نيتشر، الانفايرمنت. فبالتالي احنا هنعمل خمس خطوات، واحيانا بيكون اكتر من كده، ولكن خلينا نتكلم عن الخمس مراحل او الخمس مناطق اللي ممكن يطلع فيهم مشاكل. على سبيل المثال في محل بيتزا مثلا، محل البيتزا ممكن يكون في مشكله في الميثودز اللي احنا بنستخدمها في التصنيع فتسبب مشاكل وتسبب كاستمر دي ساتسفاكشن. الماتيريالز اللي ممكن بنستخدمها ممكن برضو لو عملنا لها اناليسز يطلع فيه بعض الماتيريال ممكن استخدامها يسبب كاستمر دي ساتسفاكشن. الماشينري او الماكينات اللي احنا بنستخدمها والمعدات ممكن برضو لو عملنا تحليل ليها ممكن يحصل فيها اوبتمايزيشن وممكن يحصل فيها بعض الاعطال هي اللي بتسبب الكاستمر دي ساتسفاكشن او بتاخر خط الانتاج.
المان باور او البيبل اللي بينفذوا ممكن يكون في بعض الاشخاص بيضيعوا وقت او ممكن مستوى الكواليتي او ادائهم غير جيد، فبالتالي بيكون سبب في حدوث الكاستمر ديساتسفاكشن. الانفايرمنت نفسها ممكن يكون فيها مشكله في الاضاءه، في ممكن يكون في مشكله في التجهيزات، ممكن يكون في اي مشكله ليها علاقه بالانفايرمنت تسبب شيء معين. فبالتالي لو حضراتكم شايفين الشكل اللي موجود على اليمين، كوز اند افكت فور سليبنج بروبلم، ده بيتكلم عن مشاكل النوم، مقسم خمس محاور بيقيس عليهم ايه الجزئيات اللي ممكن تسبب مشاكل في النوم. ولو دخلتوا على الانترنت هتلاقوا امثله كتير جدا في عمليه الكوز اند افكت دياجرام حسب كل واحد وتخصصه، ممكن يشوف انسب شيء للانفايرمنت اللي شغال فيها ويحاول ان هو يستفيد من الحاجات اللي موجوده اونلاين. بعد الكوز اند افكت دياجرام او الاشيكاوا موديل وفقا للعالم اللي كان اكتشف او ابتكر الطريقه دي، عندنا حاجه اسمها الفلو تشارتس، ودي اتكلمنا عنها برضو لما جينا نعمل كوليكت ريكويرمنت في السكوب. زي ما حضراتكم شايفين الفلو تشارت هي مخطط زمني للعمليات اللي بتتم داخل المشروع، بتبتدي بمعين شكل معين اللي فيه الستارت، وبعد كده كل خطوة موجودة في شكل مربع، وبعد كده بنروح لديسيشن بوينت اللي موجودة في الشكل اللي قدامي ده، المعين اللي قدامي ده. تمام، الديسيشن بوينت دي لا اما بتكمل بيس يا اما بنو وبترجع تاني للخطوة اللي بعدها، وفي الاخر خالص بننزل للشكل بتاع الستارت او الاند اللي هو الدائري اللي موجود معايا ده. الشكل ده بيوصف الفلو بتاع البروجكت اللي موجود قدامي، بيبتدي بالبروجكت ريكوست، بعد كده بلان ريكوست، ارت وورك، نقدم الارت وورك اكسبتد نمشي فيه وهكذا. ده شكل سامبل فلو شارت لحد ما بنوصل لعمليه النهايه. التشيك شيت بيقسم عندي مجموعه اتريبيوتس بقيس عليها المنتج او الريزلت اللي بتطلع عندي، فيها اتريبيوتس معينه وبقيسها على الستروكس او والفريكوانسي، درجه حدوث المشاكل دي، ودي قلنا بنستخدمها في اليوزر اكسبتنس تيست. بعد كده يجي عندي حاجه اسمها الباريتو تشارت او الرول الخاصه بال 80-20. ايه الرول بتاعت ال 80-20؟ الرول بتاعت ال 80-20 بتقول ان دايما لما نيجي نعمل اناليسز لاي انفايرومنت بنلاقي ان 80% من المشاكل بيتسبب فيها 20% من الاخطاء، اما 20% من الاخطاء بيسببهم 80% من المشاكل. يعني ممكن نطبقها مثلا على مستوى حاجات كتير جدا في الاقتصاد، في الاحصاء، في الادارة، هنلاقي دايما ان احنا لو قسمنا ايه اكتر المشاكل اللي بتتكرر عندي في الشغل علشان اقدر اشتغل عليها، فبلاقي ان انا عندي 20% من المسببات بتسبب 80% من المشاكل. لو حصرت ال 20% دي وركزت على اني اشتغل عليها بيكون افيد ليا، وبيكون اكتر اضافة واكتر فائدة من الشغل اللي انا بعمله، فبالتالي بيكون الشغل بتاعي فعال اكتر والتصويب فعال اكتر اني اركز على ال 20% اللي بيسببوا 80% من النتائج. ده شكل تاني للباريتو دياجرام، وده شكل تالت، وزي ما قلنا بنستخدمه في حاجات كتير جدا في الاقتصاد وفي الادارة وفي علوم اتش ار وهكذا. الهيستوجرام، الهيستوجرام هو مخطط زمني من اسمه، تمام، بيوصف قياس نتائج معينة في أوقات معينة من الزمن، وبنشوف الترند طالع أو نازل حسب فترات القياس وحسب الأرقام اللي احنا بنرصدها بناء على عملية القياس. ده شكل الهيستوجرام، ان هو دايما بيكون البعد الأكسس في الأكس بتكون هي الزمن، اما البعد التاني بيكون اي شيء بقى، ممكن يكون الكواليتي، ممكن يكون الكوست، ممكن يكون ارقام معينه، بس دايما البعد الافقي فيه بيكون هو الزمن، والبعد الراسي بيقيس علاقه الزمن مع البعد الاخر.
نيجي بقى لجزئية مهمة جدا وأهم جزئيات الـ Basic Quality Tools، هي الـ Control Chart أو Statistical Process Control Chart SPC. الـ Control Chart دايما بنلاقيها في شاشات كبيرة في المصانع علشان تقيس كل الـ Inspection اللي بيحصل على خط الإنتاج. على سبيل المثال لما نكون بنقيس خط إنتاج مصنع زجاجات مية معدنية أو بيبسي أو whatever، دايما بنلاقي إن نسبة المية أو البيبسي اللي موجودة في الإزازة بتختلف، ما بتكونش متطابقة ما بين إزازة وإزازة، ولكن في عندي حد أدنى وحد أقصى. لو الحد الأدنى ده نسبة المية ما تواجدتش في الإزازة بنستبعد الإزازة وممكن نوقف خط الإنتاج ونعمل عمليات تعديل معينة، والعكس برضو لما بيكون الحد الأقصى تخطيناه. الشكل اللي قدامنا ده بيبين الـ SBC أو الـ Control Chart. المخطط اللي في المنتصف اللي موجود عندنا ده دايما بيكون هو المين، وبعد كده عندي حاجة اسمها الـ Upper Control Limits والـ Lower Control Limits. دي بالنسبة لي هي المحددات اللي لو أنا خرجت عنها أبتدي أوقف وأعمل عملية تعديل لمدخلات الإنتاج نفسها. فلو بالنسبة لي مثلا النسبة المسموحة لإزازة المية من 190 ل180 والمين بتاعي 185 ملي، فبالتالي لو زاد عن 190 أو قل عن 180 نبتدي نوقف ونغير في مدخلات الإنتاج. بيكون في عندي حد أقل شوية اللي هو الـ Upper والـ Lower Specifications. ده بيكون متوسط احيانا ما بين الكنترول ليميتس، بحيث ان هو بيديني زي الارم او شيء ان انا ابتدي اخد عنده اتنشن او يعمل تريجر لشيء معين. بس طبعا الاهم بالنسبة لي هو الابر كنترول ليميتس واللور كنترول ليميتس. القاعدة الاولى لما نيجي نعمل استابيليتي اناليسز او زون تيست للبروسيس التصنيع اللي معايا، اول قاعده فيهم هي الرول اوف 7. الرول اوف 7 اللي حضراتكم شايفينها موجوده ثالث دايره بالشكل ده، الرول دي بتقول ان انا لو عندي سبع خطوات متتاليه فوق المين او تحت المين، ولكن السبع خطوات فضلوا فوق المين او تحت المين، او فبالتالي انا عندي البروسيس تعتبر اوت اوف كنترول. يعني ان عندي كده المين محتاج يا اما يتعدل يا اما محتاج ان انا انزل بالمعدات بتاعتي تديني درجات اقل شويه بحيث ان دايما المين يبقى في المنتصف. الرول الثانيه رول اوف 6 اللي هي الخط او الدايره الثانيه من على اليسار، رول اوف 6 بتقول لو انا عندي 6 consecutive data points or more trending، يعني صاعده او هابطه، عندي 6 قراءات صاعده او هابطه، الست قراءات ماشيه في اتجاه واحد، معنى كده ان انا رايح في اتجاه ان انا هخرج بره الابر كنترول ليميتس او اللور كنترول ليميتس، فبالتالي ابتدي اوقف البروسيس واعمل التعديلات الخاصه بيا لان تعتبر البروسيس بالنسبه لي اوت اوف كنترول برضه. ثالث حاجة رول اوف 10 او السو توث باترن اللي هو شكل اسنان المنشار، الشكل اللي موجود على اليمين ده. الشكل ده معناه ان انا عندي البروسيس طالعة فوق المين والنقطة اللي بعدها تحت المين واللي بعدها فوق المين واللي فوق اللي تحتها، فانا عندي البروسيس ماشية بشكل منتظم جدا. تمام، فلما نقول ان عندي ان الاستابيليتي تيست او الزون تيست طلع عندي الرول اوف 10، ده معناه ان البروسيس ماشيه بباترن منتظم جدا. رول اوف 1 بتقول ان لو عندي اي حاجه طلعت فوق او تحت اللور كنترول ليميتس، فبالتالي الرول البروسيس عندي تعتبر اوت اوف كنترول برضو. يعني لو اي داتا بوينت اب الابر كنترول ليميت او بلو اللور كنترول ليميت يعتبر عندي في مشكله في البروسيس كبير. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها رول اوف 2 اوت اوف 3، نقطتين من ثلاث نقط
ما بين ال 2 سيجما او 3 سيجما او ماينس 2 سيجما او 3 سيجما. يعني لما اجي اقول ان الرول عندي 2 اوف 3 معناها ان انا عندي نقطتين من 3 ما بين ال 2 و 3 بلس للسيجما او الماينس 2 او 3 للسيجما. ده برضو معناه ان انا شويه بعيد عن المين بتاعي. دي بعض الرولز اللي بيستخدموها في قياس الزون تيست او الاستابيليتي اناليسيس، وبناء عليها بياخدوا عليها قرارات. ممكن نسميها ثري شولدز للقراءات اللي بتحصل عندي هنا. تمام. يجي عندي تول تانية مهمة لإيجاد العلاقات ما بين متغير ومتغير آخر أنا مش عارف العلاقة بينهم إيه. بنعمل عملية correlation إن أنا أوجد علاقة ما بين المتغيرين، أخلي واحد فيهم قراءاته مع متغير تاني وأغير، أعمل عملية تبديل وتوفيق. أغير مثلا على سبيل المثال الشكل اللي قدامي الـ PSI والـ temperature الضغط ودرجة الحرارة. فكل ما زود البي اس اي الاقي درجه الحراره بتزيد، او كل ما زود التمبريتشر الاقي درجه الضغط بيزيد، واقلل درجه الحراره فالاقي البي اس اي بينزل وبيقل، فالعلاقه بينهم كده تعتبر علاقه طرديه. تمام. فبيبقى عندي شيء ديبندنت واندبندنت فاريبل، عايز اوجد العلاقه بينهم اخد مجموعه قياسات واغير واحد فيهم واشوف الثاني هيتغير ازاي تبعا ليه. فبالشكل اللي قدامي ده في السكاتر دايجرام بيقيس السنسيتيفيتي اناليسز لعمليه التغيير في درجه الحراره، يعني بيقيس الكورليشن ما بين اتنين فاريبلز. طيب البنش ماركينج اتكلمنا عنها. تمام. ديزاين اوف اكسبيرمنتس، ديزاين اوف اكسبيرمنتس ستاتستيكال ميثود ذات هيلب ايدنتيفاي which factor may influence specific variables of a product or a process. يعني لو على سبيل المثال انا عايز اعمل مجموعة اختبارات تعرفني ايه افضل تشكيلة او افضل مجموعة كميات من منتجات معينة او مدخلات معينة هتوفر لي افضل نتيجة في المخرجات. لو طبقنا الكلام ده مثلا على سبيل المثال على مطعم من المطاعم بيعمل اكلة معينة، المطعم ده بيحاول ان هو يبدل يعني يزود مثلا مجموعة توابل معينة ومجموعة كميات من خضروات وحاجات معينة بحيث ان هو يحاول يزود حاجات ويقلل حاجات ويعمل تبديل وتوفيق بحيث ان هو يوصل لافضل افضل خليط من التوابل وخطوات الانتاج اللي بيديني افضل نتيجة. دي بنسميها design of experiment، ودي مهمة جدا في عمليات الاحصائية وعملية انشاء منتج من البدايه. statistical sampling اتكلمنا عن statistical sampling وقلنا ان انا عندي نوعين من السامبلينج اللي هو discrete sampling والattribute sampling والvariable اللي احنا كنا اتكلمنا عليه اللي هو الcontinuous. طيب من الـ additional quality planning tool اللي ممكن نستخدمها، والحاجات دي اغلبها ممكن ما نلاقيهاش في البين بوك ولكن هنلاقيها موجودة في كتب زي ريتا وبعض الكتب اللي بتتكلم في شيء من التفصيل عن الـ quality management، واحيانا بيجي فيها بعض الاسئلة في الامتحان، ولكن هي بره سكوب البين بوك. الـ brainstorming والـ nominal group اتكلمنا عنهم. الـ brainstorming ان احنا بنعمل جلسات عصف ذهني بنجمع فيها كل الافكار بنوع من عدم التقيد، والافكار بتكون حره في كل واحد بيقول الافكار اللي عنده. النومينال جروب بعد ما بناخد الافكار دي بنعرض الافكار على جروب اكبر وبنستخدم معاهم التول والتكنيك الخاصه بالجروب ديسيشن ميكنج تكنيكس، بنعمل فوتنج وبناخد راي اكتر الناس حسب جروب ديسيشن ميكنج تكنيكس. الفورس فيلد اناليسيس دي تول بنستخدمها برضو علشان نقيس بيها البروس اند كونس المميزات والعيوب لمجموعه خطوات معينه في بزنس سيتويشن معينه. الكواليتي مانجمنت اند كنترول تول، التولز اللي احنا بنستخدمها بشكل عام في الكنترول زي الكواليتي بلاننج تولز اللي احنا اتكلمنا عنها، و
ازاي نعمل سيكونس الاكتيفيتيز الخاصه بالكواليتي مانجمنت. في بعض الحاجات الاضافيه زي اللوس فانكشنال، ودي في ابتكرها عالم اسمه تاجوتشي، استخدموها از كواليتي تول بتعمل قياس مالي فاينانشال ميجر تو ذا يوزر ساتسفاكشن ويز برودكت بيرفورمانس. يعني نسبه ارتباط الكاستمر ساتسفاكشن بالبرودكت بيرفورمانس نفسه. احيانا ممكن يعني الى اي مدى من البرفورمانس يبتدي الكاستمر يبقى مش ساتسفايد، طب لو نزلنا البرفورمانس شويه نسبه الساتسفاكشن قد ايه، هتاثر قد ايه على رضائه وشرائه للمنتج. دي فاينانشال او دي كواليتي تول بيستخدموها عشان يقيسوا الكاستمر ساتسفاكشن بشكل فاينانشال اكتر مع البرفورمانس. يعني بيربط الكاستمر ساتسفاكشن والبرودكت بيرفورمانس بشكل مالي. طيب الماتريكس دياجرام زي الهاوس اوف كواليتي تول، دي بيستخدموها مع الكواليتي فانكشن ديبلويمنت اللي كنا اتكلمنا عنها في كولكتنج ريكويرمنت، ودي ابتكروها في اواخر الستينات طبعا بالعالم اللي هو اسمه ميزونو اند اكاو. الاثنين العلماء دول من طوكيو هما اللي ابتكروا عملية الكيو اف دي، واستخدموا الماتريكس دياجرام معاها علشان يبتدوا يقللوا البرودكشن تايم، وفعلا نجحوا الموضوع ده في ميتسوبيشي وقللوا البرودكشن تايم باستخدام الماتريكس دياجرامز من 6 شهور لأربع شهور فقط، وده بالتبعية أثر على البرودكتيفيتي ان هي زادت بنسبة 50%. ده اللي هو الماتريكس دياجرام، وزي ما قلنا بيشتغل مع الكواليتي فانكشن ديبلويمنت بروسيس. طيب في عندي برضو من المودلز اللي موجودة في الكواليتي كانو موديل. كانو موديل برضو عالم ياباني هو اللي ابتكر الكواليتي موديل ده في اواخر الثمانينات، وكان بيركز على ايه الاتريبيوتس اللي بالنسبه للكاستمر بتمثل شيء مهم، الاتريبيوتس اللي في البرودكت اللي بتكون مهمه بالنسبه للكاستمر، ويرتبهم بشكل تدريجي بناء على اهميتهم عند العملاء. يعني نوع من انواع البريوريتيزيشن للبرودكتس اتريبيوتس او الفيتشرز اللي المفروض تكون في البرودكت بحيث ان هو يحاول يحقق اكبر قيمه للمنتج. ده اللي هو الكانو موديل، وزي ما قلنا كانو ده برضو عالم ياباني وكان بيركز على جزئية البرودكت اتريبيوت مع البريسيفد قد ايه بتأثر عند الامبورتنت ومهمة للكاستمرز. طيب المارجنال اناليسيز او زي ما اتكلمنا بتعمل ويت ذا بينيفيتس اوف ريفينيوز فروم امبروفينج كواليتي فيرسس ذا كوست اوف اتشيفينج كواليتي. المارجنال اناليسيس بيقيس انا لو عملت عمليه الكواليتي امبروفمنت داخل المكان عندي او داخل المشروع هصرف قد ايه وهيجي لي عائد قد ايه من الانفستمنت ده. ده عمليه المارجنال اناليسيس، وهي نفس فكره الكوست بينيفيت اناليسيس. 6 سيجما. 6 سيجما من الحاجات اللي محتاجين ان احنا نعرفها برضو از جنرال نوليدج ان كواليتي، هي Data Driven Customer Focused and Result Oriented Methodology. هي منهجية بيستخدموها علشان نعمل عمليات إحصائية وطرق تقلل الديفكتس داخل البروسس بتاعنا، تمام؟ فبالتالي هي الميثودولوجي دي بنمشي عليها عن طريق مجموعة من الخطوات معينة، وبدايما نحاول ان احنا ندور على Root Causes المسببة للبروبلم ونعالجها من قبل بدايتها، علشان نحاول ان احنا لو انا متوقع ان زي ما قلنا عندي 80% من الاعطال بيسببهم 20% فقط من الاخطاء، لو عالجت 20% من الاخطاء فبالتالي انا عالجت 80% من الاعطال. السيكس سيجما بتقولي ركز على الحاجات اللي توصل للروت كوز علشان تقدر تحل المشاكل اللي موجودة في البروسيس عندك وتطلع بليفل اوف كواليتي يكاد يكون صفر.
يعني يكاد يكون ان اي ديفكت، الديفكت ريت اللي عندك يكاد يكون صفر، يعني واحد او ثلاثة في المليون احيانا. طيب السيكس سيجما بتشتغل باكتر من موديل، في موديل للاكزيستنج بزنس بروسيس وهو الاشهر اللي هو ديمياك. ديمياك بيقسم الخطوات اللي بيشتغل فيها السيكس سيجما لديفاين، ميجر، انالايز، امبروف اند كنترول. فهو بيشتغل على مجموعة خطوات معينة، بيقيس الاوتكم، بيانالايز الروت كوزس، وبعد كده بيمبروف ويقلل الديفكتس ويكنترول سستيند بيرفورمانس. ده بالنسبة للسيكس سيجما، والشكل الموجود قدام حضراتكم ده هو اللي احنا ممكن نحتاجه في الامتحان من السيكس سيجما، هو درجات السيكس سيجما. زي ما قلنا ان انا لو عايز اكون متأكد بنسبة 68% ان مفيش اخطاء، هعالج الجزئيات اللي موجودة في المكان ده. فانا لو عالجت الجزئيات اللي في المكان ده، انا واثق بنسبة 68% او متقبل اخطاء بالنسبة المكملة لل 68%. ده لو اشتغلت على ال 1 سيجما. لو اشتغلت على 2 سيجما هاخد نسبة نجاح او نسبة تلافي للاخطاء بنسبة 95%، فانا قللت 95% وخمسة من عشرة، دي نسبة للتو سيجما. الثري سيجما 99.7%، يعني انا معايا بس 3% اخطاء متوقعة ومحتملة. انما لو انا اشتغلت بموديل 3 سيجما انا مغطي كل اللي موجود عندي ده، فانا مفيش عندي غير بس الجزئيه الصغيره اللي موجوده على اليمين وعلى اليسار، هي دي اللي ممكن يحصل فيها اخطاء ومش متغطيه. الفور سيجما هي 99 وبعد كده 4 تسعات. الفايف سيجما 5 تسعات، والسيكس سيجما 9 تسعات اعتقد. طيب فبالتالي السيكس سيجما لما اجي اطبق السيكس سيجما معناها لو انا شغال طول الشهر، فانا عندي لو انا شغال طول الشهر، فانا عندي دقيقة واحدة فقط ممكن اعطل فيها. يعني انا متوقع ان العطل ممكن يوصلني لدقيقة واحدة فقط في الشهر، لان نسبة السيكس سيجما بالنسبة لي 99,999,999، يعني بالنسبة لي رقم كبير جدا، ان انا يعني يعتبر واحد في المليون اعتقد، تمام، دقيقة واحدة في الشهر او ساعة واحدة كل 34 سنة ممكن يحصل فيها عطل، او ممكن نقول مثلا لو انا بيجيلي ملايين الايميلات ممكن يبقى فيه 10 ايميلات فقط على مدى الحياة ما يوصلونيش. ده بالنسبة للسيكس سيجما. بالنسبة للفايف سيجما دي السامبلز بتاعتها وهكذا، كل ما قللت السيجما كل ما درجة الدقة بتاعتي قلت، وكل ما زودت السيجما كل ما درجة الدقة عندي زادت. ده اللي احنا محتاجينه من السيجما، علشان احيانا لما نيجي نعمل نجيب الستاندرد ديفيشن في البيرت استيميت، لما اتكلمنا عنها في التايم والكوست، لما نوصل للسيجما الواحدة نبتدي نضربها في 2 علشان نزود درجة التأكد، او نضربها في 3 لو احنا شغالين 3 سيجما وهكذا، عشان نزود الموضوع وهناخد عليه سامبل في اخر اليوم. دي الاديشنال كواليتي تولز برضو اللي موجودة في البيم بوك، بنستخدمها في تحليل الكواليتي داخل اي مشروع، ولكن بتستخدم بشيء من التفصيل، يعني في كل واحدة فيهم ممكن نستخدمها في صناعات معينة، وفي المقرر عندنا مفيش فيهم تفاصيل ومش محتاجينهم بشكل تفصيلي، غير طبعا هنلاقي الافينيتي دياجرام، النتورك دياجرام، والباريوتورايزيشن ماتريكس، دي برضو نفس فكرة ال WBS ولكن بنعمل باريوتورايزيشن للماتريكس الموجودة معنا. زي ما اتكلمنا، بلان الكواليتي مانجمنت هو عملية الإجابة على
الست أسئلة اللي قدامنا دول، مين هيعمل ايه وهيعمله امتى وازاي وهيعمله بكام وهيعمله امتى، فبالتالي دي كلها بالنسبة لي، وهيعمله فين، دي بالنسبة لي هي الأسئلة اللي أنا بجاوب عليها لما أجي أعمل أي بلان. فالبلان الكواليتي مانجمنت هيطلع معايا بعد ما بعمل كوست بنفيت اناليسز وكوست اوف كواليتي 7 بيزك كواليتي تول بنش ماركينج ديزاين اوف اكسبيرمنت ستاتستيكال سامبلينج اديشنال كواليتي تولز ميتينجز، كل الجزئيات دي بعد ما بخلصها بطلع باوتبوتس مهمه زي الكواليتي مانجمنت بلان، البروسيس امبروفمنت بلان، الكواليتي ماتريكس تشيك ليست، البروجكت دوكيومنت ابديت. الكواليتي مانجمنت بلان عارفينها، مين اللي هيقيس الكواليتي، ايه المعايير اللي هنشتغل عليها في الكواليتي، ايه الادوار اللي موجوده جوه الكواليتي مانجمنت بروسيس، ايه التكنيكس، ايه الكواليتي موديل اللي احنا محتاجين تارجت نمشي عليه داخل المشروع، هل هو سي ام ام اي، هل احنا متارجتين ايزو معينه، هل احنا متارجتين شيء معين حسب الاندستري اللي احنا شغالين عليه. البروسيس امبروفمنت بلان هي البروسيس باوندريز، البروسيس كونفيجريشن، والبروسيس ماتريكس، والتارجت فور امبروفد بيرفورمانس، انا عايز اوصل لايه بعد ما اطبق البروسيس امبروفمنت بتاعي. فبالتالي دي المحتوى اللي بيكون جوه البروسيس امبروفمنت بلان. وبعد كده عندي الكواليتي ماتريكس من الاوتبوتس المهمه اللي بتطلع معايا، ودي زي ما قلنا هي المقاييس اللي انا بقيس بيها الكواليتي بتاعتي، وبتختلف من مشروع لمشروع ومن اندستري لاندستري تانية. يعني فور اكزامبل بنقيس البرفورمانس، بنقيس الكوست كنترول، الديفكت فريكوانسي عدد الاخطاء وتكرارهم، الفيلير ريت، الافيلابيليتي، الريلابيليتي، الفانكشن بوينتس، المين تايم بتوين فيليرز، المين تايم تو ريبير، وقت الاستعاده اللي انا لو حصل ايرور واقدر ازاي امتى ارجع وازاي ارجع، والتست كفرج. كل دي بالنسبه لي معايير معينه اقدر اقيس بيها الكواليتي، بنسميها الكواليتي ماتريكس. بعد ما عملنا بلاننج للكواليتي بنروح لبرفورم كواليتي اشورنس، وبرفورم كواليتي اشورنس الانبوتس بتاعتي كواليتي مانجمنت بلان، البروسيس امبروفمنت بلان، الكواليتي ماتريكس، الكواليتي كنترول، والبروجكت دوكيومنتس. الانبوتس دي كلنا عارفينها واتكلمنا عنها، جاي منها الانبوتس دي جاي منها الكواليتي مانجمنت بلان والبروسيس امبروفمنت والكواليتي ماتريكس والكواليتي كنترول ميجرمنتس، دي كلها جايه من المرحله اللي فاتت. البروجكت دوكيومنتس داخله معايا علشان نبتدي نعمل قياس للكواليتي اشورنس داخل المشروع. بنستخدم ايه واحنا بنعمل كواليتي اشورنس؟ بنستخدم نفس الادوات اللي احنا اشتغلنا عليها في الكواليتي بلانينج تولز اللي اتكلمنا عنها، والاديشنال كواليتي تولز اللي احنا اتكلمنا عنها. الكواليتي اوديت، الكواليتي اوديت هو عمليه قياس مطابقه الخطوات والسير على الخطوات دي، وده بعد ما بيخلص بيطلع تقرير اسمه نون كومبلاينس ريبورت، بتزكيات معينه وقرارات معينه تبتدي تاخدها الاداره نتيجه النون كومبلاينس ريبورت اللي طالع من الكواليتي اوديت. البروسيس اناليسز هي الخطوه اللي انا بمشي بيها على الفلو شارت اللي بيوصف البروسيس بتاعتي، واحدد فين البوتل نيكس اللي موجوده، فين الحاجات اللي ملهاش قيمه مضافه، وفين الحاجات اللي محتاجه يتم الامبروفمنت عليها داخل البروسيس، وبعد كده ممكن يطلع بناء على كده تشينج ريكويست نعدل بيه البروسيس نفسها. فاول اوتبوت معايا هو التشينج ريكويست، بعد كده يحصل بلان في البروجكت مانجمنت، يحصل ابديت في البروجكت بلان والبروجكت دوكيومنت، وابديت في الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس لاني حاليا بعمل تشينج ريكويست للبروسيس نفسها. فبالتالي البروسيس دي ممكن تكون عامه على اكتر من مشروع، فبيحصل ابديت في الاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. كنترولنج كواليتي، الانبوتس بتاعتي هي البروجكت بلان، الكواليتي ماتريكس والتشيك ليست، الورك بيرفورمانس داتا
الابروفد تشينج ريكويست ديليفرابلز والبروجكت دوكيومنت ابديت والاورجانيزيشن بروسيسز. المهم معايا وانا داخل الكواليتي كنترول ان انا هعمل عمليه انسبكشن وتستنج للبروجكت ديليفرابلز. طيب البروجكت ديليفرابلز والابروفد تشينج ريكويست تعتبر برضه نفس الموضوع، لان بعد ما بيحصل ابروف للتشينج ريكويست يعتبر جوه السكوب بتاعي ويعتبر ديليفرابل هيتسلم. اول حاجه هعملها هعمل سيفن بيزك كواليتي تولز. هنعمل التولز اللي احنا اتكلمنا عنها سواء اذا كانت الكنترول شارت او الاشيكاوا دايجرام او ال السبع خطوات او الاديشنال كواليتي تول اللي بعد السبع اللي اتكلمنا عنهم. وبنعمل برضو statistical sampling، بنعمل عملية ان احنا ناخد عينات احصائية نعمل ناخد بناء عليها قراراتنا، ونعمل inspection ان احنا برضو ننتقي بعض العينات بشكل عشوائي، وبعد كده يحصل approve change request في التولز والتكنيكس review. والاوتبوت بتاع الكواليتي كنترول بعد ما بعمل عملية التستنج والفاليديشن عكس اللي بيحصل في يعني غالبا اللي بيحصل في الكواليتي كنترول هو الفاليديشن، وغالبا اللي بيحصل في الكواليتي اشورن هو الفيريفيكيشن، ولكن احيانا بيحصل في الكواليتي كنترول برضو فيريفيكيشن على بعض الجزئيات. الاوتبوت عندي اللي بيطلع هو الكواليتي كنترول ميجرمنتس، الارقام بقى التست ريبورتس اللي طلعت ونسب النجاح بتاعه المنتج عندي، التشينجز اللي كانت داخله ورك بيرفورمانس سوري التشينجز اللي كانت داخله مع الابروفد تشينج ريكويست هنا بقت فاليديتد تشينجز، فبالتالي انا عملت لها عمليه فاليديشن، والديليفرابلز اتحصل عليها فيريفيكيشن فبقى عندي فيريفايد ديليفرابلز. الورك بيرفورمانس انفورميشن لان انا داخل عندي ورك بيرفورمانس داتا، وزي ما قلنا كل عمليات الكنترول في اي بروسيس لو دخل معايا ورك بيرفورمانس داتا هيحصل عمليات تقييم ومراجعه وقياس للديفيشن، وبيطلع عندي حاجه اسمها ورك بيرفورمانس انفورميشن. بعد التستنج ممكن يلاقي ان في نون كومبلاينس في حاجات معينه فنعمل تشينج ريكويست، يحصل ابديت في البلانز ابديت في البروجكت دوكيومنت وابديت في الاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. يبقى الكواليتي كنترول بيدخل معايا 8 جزئيات اهمهم الديليفرابل والابروفد تشينج ريكويست، بيعمل السيفن بيزك كواليتي تولز والستاتستيكال سامبلينج والانسبكشن ابروفد تشينج ريكويست ريفيو، بيطلع معايا الاساس عندي هو الفاليديتد تشينجز والفيريفايد ديليفرابلز والورك بيرفورمانس انفورميشن. طيب خلونا نراجع على الجزئيات اللي احنا اخذناها عشان ناكد المعلومه. اول شيء بنقول الطريقه اللي بتخلينا نخلي الانفنتوري تيبيكالي زيرو، ايه الطريقه اللي هي بتخلي الانفنتوري بصفر؟ زي ما قلنا هي جاست ان تايم او الجيت. 6 سيجما ريبريزنت اي اكوريسي، درجه الدقه اللي بتوفرها 6 سيجما زي ما قلنا 99.3 تسعات او 3.4 في المليون. Continuous incremental improvement in a product or a process is called بنسموها ايه في اليابان؟ بيسموها كايزن، وفقا للعالم كايزن. Product that is not particularly attractive but meet your quality criteria for fitness for use can be described as low of grade but high quality. يعني المنتج بالنسبة لي low grade لان هو مش attractive ولكنه محقق الكواليتي requirement الخاصة به. Data that you can perform mathematically computations is called الحاجات اللي احنا نشتغل عليها mathematical computation قلنا اللي هي الحاجات ال variable او ال continuous. اما الحاجات اللي هي بالنسبة لي pass or fail او true or false بالنسبة لي هي ال attribute sampling او ال discrete data. The five level of CMMI ما تكلمناش عنها. CMMI هو quality model بيستخدموه في ثلاث مجالات اللي هو ال service management وال software management وال acquisition. اي شركة شغالة في المجالات دي تقدر تقدم على ال quality model certificate الخاصة بال CMMI، وال CMMI هي عبارة عن خمس
مراحل او خمس مستويات. اول مستوى فيهم هو الانيشال، وده عليه كل الشركات. المانجد هو ليفل 2، الديفايند ليفل 3، كوانتيتيفلي مانجد ده ليفل 4، وده طبعا متطلباته بتكون صعبه جدا. وهو والاوبتمايزد ليفل 5، هم دول الليفلز الخاصه بالسي ام اي. ايه هو اللي بنستخدمه عشان نعمل ديترماين اف ذا داتا ان اس بي سي شارت اوت اوف كنترول ايفن ثرو ذا داتا بوينتس ار ويزن ذا كنترول؟ بنسميه الزون تيست. اللي بنستخدم فيه الكنترول ليميتس ده بنسموه الزون تيست او الاستابيليتي اناليسس زي ما اتكلمنا. الكومباريزون اوف بروجكت اكتيفيتيز اجينست نون ستاندرد، لما نيجي نقارن البروجكت اكتيفيتيز بالنون ستاندرد ده بنسميه ايه؟ بنش ماركينج. لما نيجي نقارن المنتج بالحاجات اللي موجوده في السوق ده اسمه بنش ماركينج. means that two events cannot occur in a single trial. ايه الشيء اللي هو بيقول ان ما ينفعش اتنين ايفنت يحصلوا في محاوله واحده؟ ده معناه ان ده حاجه بنستخدموها في الاحصاء، ان انا بعمل اكسكلوجن لقيمه او ل ايفنت معين، لان لو هو واحد حصل التاني ما ينفعش يحصل. ده بيسموه موشن اكسكلوسيفيتي، او اللي هو ان لو في ايفنت معين حدث ما ينفعش الايفنت التاني يحصل معاه في نفس الوقت. The tool that is used to test multiple factor simultaneously is called لو انا بقيس اكتر من فاكتور في نفس الوقت، زي ما قلنا ان انا بعمل تباديل وتوفيق لمجموعه من الخصائص، هي الديزاين اوف اكسبيرمنت او الدي او اي. البروسيس ذات استابليش فاينانشال ميجر اوف ذا يوزر ساتسفاكشن اللي اتكلمنا عنها، اللي هي اللوس فانكشنال، ودي كانت برضو بواسطه العالم توجوتشي. سؤال: بروجكت تيم هاز كولكتد ا سيريز اوف ايشوز اند رانكد ذيم باي فريكوانسي. This data will be key input into your process improvement plan. What specific tool or technique is used to chart in this data? السؤال بيقول ان انت عايز تعمل rank بالfrequency، يعني عايز تشوف ايه اكبر عدد بيحصل واقل تأثيرا. يبقى انا عايز اشغل بطريقة البريتو اللي اتكلمنا عنها، اللي هي طريقة 80-20. هنا الاجابة هتكون رقم B. سؤال: خلاصة السؤال الجزئية اللي هي معلمينها باللون الأصفر: process of comparing the quality expert expenses to potential return in investment. ايه هي الطريقة اللي انا بقيس بيها انا هصرف قد ايه وهاخد قد ايه من الكواليتي؟ قلنا ان هي marginal analysis. جوران كان بيتكلم في ايه؟ كان بيتكلم for fitness for use. لو عندي مشروع السكادول بتاعه 18 شهر، بناء على الجدول عملنا الستاندرد ديفيشن، عايزين نعمل الستاندرد ديفيشن بتاعنا، لقينا ان الاستيميشن هو 6 اسابيع. وات از رينج يعني السيجما الواحده 6 اسابيع يعني بلس اور ماينس. طيب عايزين اول حاجه نخلي نوحد المقامات، يا اما كلهم شهور يا اما كلهم اسابيع، هنخليهم كلهم اسابيع. ال 18 شهر دول يعني سنه ونص، يعني كام اسبوع هيدينا؟ اول حاجه دي السيجما، عشان السيجما الواحده ب 95، هو عايز السكادول كومبيتيشن في كونفيدنس فاكتور 95، يعني عايز 2 سيجما. السيجما الواحده زي ما قلنا هي ب 68%، اما التو سيجما هي اللي بتمثل ال 95%، تمام؟ فبالتالي ال 95% هضرب الستاندرد ديفيشن في 2، يعني لو هم 6 اسابيع هضرب ال 6 في 2 يديني 12 اسبوع، بحيث ان انا ازود ال 12 اسبوع دول على ال 18 مانث بلس اور ماينس. يبقى الاجابه عندي هنحول اول حاجه عدد الشهور لاسابيع، فهيولد عندي 78 اسبوع. 78 اسبوع بلس اور ماينس ال 12 اللي طلعوا معايا، هيبقى معايا يا اما 76 اسبوع 66 اسبوع يا اما 90 اسبوع. يبقى الاجابه هتكون سي. تمام كده، يبقى احنا وصلنا لاخر جزئيه عندنا في الكواليتي مانجمنت. ارجو نكون استفدنا.
وهنتظر من حضراتكم على الفيديو اي تعليقات او اقتراحات او نصائح. اهلا وسهلا بيكم، الايميل بتاعي موجود، واتشرف باي تعليقات او اسئلة، وتحت امركم في اي وقت. ربنا يوفقكم، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.